سهرتنا الليلة متابعة مع نجمتنا إليسا. إليسا بهيدا الجزء رح نحكي حب وفن ومشاكل ومواقف ومشاريع، يعني كمان رح ندخل بمواضيع كثيرة. خلينا نبدأ بالأول، من بعد كل هالخطوات يعني إعلانات عالمية، مسارح عالمية، ديو مع نجوم كمان من العالم، تصوير وإخراج كليبات كمان من العالم، شو في بعد؟ شو بعدين؟ لا إذا بدك أنا بالنسبة لي بعتبر بعد ما عملت شيء، ليكي ولا مرة يعني كل شيء بقى يعني بعمل قصص إنه أنا بفكر إنه عم بعملهم عادي، يعني ما بقى إنه كيف بدي اقول لك مش عم بعتبرهم انه كانجاز او بعد عم بشتغل، يعني كانه عم بشتغل عادي، يعني اوكي اعلانات ان شاء الله يزيدوا طبعا انه اخذ الافضل منهم يعني ولا مره بقول شو بعد، بقول لازم ما عملت شيء بعد بدي، بتعرفي انه ما فيكي توقفي بمحل تقولي انا وصلت لهون وخلص هو هن ما بتعودي تتقدمي، ما بقدر افكر هيك. هلا وين عينك على وين؟ على اي مطرح؟ شو مشروعك كل الجاي؟ في مشروع بعيونك واضح. نحن بنحكي على العالمية وأنا مصرة أنه ما بحب حدا يقول لي، بس بحب كون نجمة عالمية، يعني نجمة معروفة برا، يعني روح أعمل بمسرح الأولمبياد أو بيرسي أو بلاس فيغاس شو عرفني، بس يجي مش بس جمهور عربي يحضرني، عرفت؟ جمهور من العالم. جمهور من العالم أكيد أنه هيدا بدها شغل، يعني ما في شيء بيجي هيك. عم ضل جرب عم بتسائب، يعني مثلا هلا عندي ديو مع شاب مامي عم ينزل بألبوم وعم ينعمل بالفرنسي عم ينزل بأوروبا، عم ضل يعني ضل بجرب. أكيد يعني كل إنسان بحب، يعني كل فنان بحب يطلع ويطلع مش بس يعني عم تربح المجتمع العالمي، لا شك بهيدا الخطوات وهيدا شيء إيجابي. قديه المشروع الجاي رح تربحي فيه كمان المجتمع العربي؟ وين العمل اللي هلأ عربيا او لبنانيا عم تحلمي انك تعمليه اجمالا؟ يعني هلا بقول لك بلبنان لانه بلبنان اصعب شيء، يعني مثلا وقفت على اكبر مسارح بالعالم العربي، من قرطاج، من جرش، مهرجانات كبيره فيها اعداد هائله من العالم بكذا بلد عربي. بلبنان اوكي في مهرجانات بس انا عيني على اسامي كبيره، هلا انتبهي يمكن ما اعملها بحياتي، بس انه ساعات بدي افكر بشيء بفكر هون لانه انا بنت بهمنا لبنان قبل كل شيء، يعني انا يعني انا فعلا بفتخر انه لبنانيه، يعني وخصوصا بهالظروف، يعني بحب اعمل مهرجانات بعلبك. ميرسي ميرسي، يعني عيني على مهرجانات بعلبك، عيني على مهرجانات، عينك على مسرح لبناني، بس عيني يعني ما بجوز ما اعملهم. عينك على مسرح لبناني عريق طبعا. مين على اي الرحابله مثلا؟ بس عم بحكي انه عيني عليهم بس. طب وهن معقول يكون عينهم عليك؟ ما بعرف ان شاء الله. بتتمني؟ بتمنى يكون عندي تجربه. ان شاء الله نحضر نشوف نحضرك على مسرح رحابنه. ان شاء الله اكيد انا في كتير قصص بحب اعملها، يعني المسرح الرحابنه مثلا، يعني في يعني معنويا بتستفيدي. بتستفيدي من يعني بتتعلمي توقفي اكثر على المسرح. بتعرفي انا ماني دارسه تمثيل، بس ساعات بدي اعمل هيك شغله اذا عملتها ان شاء الله، يعني عم نحكي نحن بركه بده يكون عندي معلمه خصوصي تساعدني، يعني بستفيد بكل النواحي. بعدين اذا لا سمح الله اختاروني الرحابنة، لا عم بمزح، معناتها هن مؤمنين بموهبتي وبصوتي ان شاء الله. إليسا فنيا رح نحكي كمان بعد أكثر، الألبوم أغنيات من لبنان ومن مصر، ميز هالألبوم غير الكلمة واللحن والتوزيع، أيضا وضعت صفحة كاملة إليسا بهالألبوم، شكر لكتار من الأسماء المعروفة وأسماء بتخصها من أهلها من بيتها، وهديتي لروح والدك اللي دايما بتذكريه وعلى طول بنحس انه بيرافقك بكل شيء، على طول بترجعي له وبترجعي للبنان بحديثك وبترجعي لاهلك ومجتمعك. قد ايه هالورقه غاليه عندك بهالالبوم انه كمان تواكبها ورقه ثانيه بخط ايدك خصصتيها للفانز؟ ليه بخط ايدك للفانز؟ لانه تطلع من قلبي لقلبهم، يعني ما يحسوا انه مطبوعه على الورق يعني. وفعلا كثير هالورقه من الفانز قالوا لي ميرسي انه احكي ذكرتينا. حبيت انه تكون انا اكتبها يعني مش حدا تاني. على كل حال رح يلتقوا معك لا قريبا ان شاء الله ب 18 بالفيرجن ببيروت، رح يكونوا كتار
ان شاء الله مثل العادة. ان شاء الله. طيب نقول لهم انه ب 18 رح تكوني موجوده، رح تعملي توقيع لالبومك، رح تلتقي فيهم. كانوا عم يسالوها اي ساعه اي ساعه، عرفتون على الستة بس فيكم تيجوا قبل. قبل ترتاحي نفسيا اكثر لما تحسي انه رايحه على مطرح العالم ناطرتك فيه، مش خايفه انه روح ولاقي اعداد قليله. هلا ما حدا بيقدر، بس انه بعرف جاي كتار، لانه بعرف قد ايه في ناس انا عم بتواصل معهم وناطرين اي متى الدات ليجوا. بس اكيد بدي اقول لك شغله، يعني مين اللي بيشتري السديات وبيسمع غير، واذا حب البوم هم البوم اليسا اللي بعقد وغنيته بيصير يحبب حواليه، يعني الحواليه يعني اخر شيء انه بس تنجح، بس يكون عندي قاعده جماهيريه هي من الفانز، من الناس اللي بيشتروا لك وبحبوك بيروحوا بيحضروا حفلاتي. انا ميرسي ميرسي، مشان هيك انا بهموني اتواصل معهم قد ما بقدر طبعا. بتعرفي شو بيقولوا عنك الناس بس نسالهم مثلا او هيك؟ بيوصل لك كل شيء؟ لا مش ضروري. طيب لا. خلينا نشوف اليسا بعيون الشباب. يلا اليسا نجمتي بالدرجة الأولى. الفيديو كليب بتاعها بستناك حلو كتير، وأنا بتمنى أني ألتقي فيها. ومين ما بيحبش اليسا؟ أكيد كل الناس بتحبها. منا النجم المفضل بس كتير بتعجبني. أنا بموت بأليسا وبحبها كتير، وكتير صوتها أنه جذابة حنون، يعني هي اليسا. اليسا رومانسية. أغاني اليسا كلها حب. أكتر أغنية عجبتني تاعها لأنها هيك بتعطي شعور أنه بعيد عن أهلك أو عن حبيبتك أو شيء، فأنه بتعطي كتير شعور لها. بالنسبة لي اليسا متميزة كثير، ومن أول ما طلعت هي متميزة. بالنسبة لي هو نمبر 1، وعلى طول اليسا متميزة جدا. هي صوتها جميل، وفيديو كليب أكيد بتاعها برضه جميل زي اللي فات برضه. يعني مختلفة عن المطربات التانية إنها محتفظة بالطابع الأصيل يعني، وفي نفس الوقت صوتها حلو يعني. أنا عامة اليسا يعني مش الستار بتاعتي، بس يعني هي بستناك عجبتني، وذنبي أنا كمان. بس ما شاء الله دائما تكون في الطالعة الصراحة، يعني أغانيها دائما حلوة، خاصة البوم الجديد. يعني في اللوك وفي أغنية بستناك، يعني مره انا ما اسمع كثير لليسا، بس يعني دائما اغاني حلوه يعني كويسه يعني، وشريكي حلو برضو ما شاء الله. شريط جامد جدا، وبستناك هي شدتني قوي من اول ما سمعتها. هي لسه كثير مهضومه وعم تواكب الشباب بطريقه كثير منيحه. لسه من الفنانات القليله اللي قدروا يحافظوا على مستواهم من اول ما طلعوا لهلا، وبالعكس عم يعلى مستواها فنيا، ومن الفنانات الحلوين اللي قادرين كمان يحافظوا على مستوى راقي بفيديو كليباتهم بدون ما يظهروا محاسنهم كثير، ويعني مثل الجيل اللي هلا عم يطلع، يعني عم تستفيد من جمالها ومن جمال صوتها على مستوى راقي، مش عم تنزل من مستوى اللي لازم ينعمل كفنانين. بلاقيها كلاس، ما انا مثل غيرها بتترقص على التي في وبتعرض. صوتها حلو، شوي ديب، وكتير حلو انه هديت اغاني لبيا بالسيدة تبعها. انا بلاقي انه اليسا المغنية الوحيدة اللي بعدها لهلا عم بتغني بتغني باحساس واغانيها إلهم معنى. اليسا يعني هي الوحيدة اللي بلا تصنع، بحسها هيك كتير كلاس. اليسا بعتبر فنانة كتير ناجحة، اول شيء حلوة وصوتها حلو وبتعرف تختار اعمالها، والبرهان انه اخذت جايزة عالمية. اليسا عندها الستيل تبعها اللي هو خاص فيها، ما بتقلد حدا. هاي اليسا، وبحب شوفك واعمل معك شي فيديو كليب. هاي اليسا، بقلك كوراج. بألبوم جديد كثير ضارب بالسوق، بعتقد انه اجمل نجمة عندنا هون بلبنان. يعني اغنيتها كثير رومانسية وكثير حلوة. اليسا كثير مهضومة، عندها شخصية خاصة فيها، وعندها ستيل، قدرت تعمل ستيل خاص فيها. اليسا كثير يعني كثير حريفة، أو تقولوا كثير سبيسيال. وبعدها من الفنانين الأول، ما حد صدق أنا بحبها كثير من أول ما طلعت وبعد ما كانت مشهورة. ما في وصل لها مسج، أنا بقيت فيه شوفها. فنانتي المفضلة وفنانة بابا كمان. بتعقد. فنانتي بتعقد، كثير كثير بحبها أنا. اليسا بتجنن. انا كثير معجب فيها، اليسا بتعجبني كثير، وبوجه لها انه بحب كون تبع الفان كلاب تبعك. اليسا احلى عالم، وهي صوتها كثير حلو، وهي حلوه جنني. عايشة لك احلى سنين في العمر يا ضي العين. فنانه بابا سمعتيها؟ فنانه بابا. فنانتي وفنانه بابا، ويا ريت فيني نشوفها، ويا ريت مثل كليب معها. بتحبي تجمعي الاجيال كلها، يعني اللي بحبوك الاولاد والاهل؟ طبعا، يعني انا يعني ولا مره بس كمان عم بغني او عم بختار او عم بعمل عمل بقول انا عم بتوجه لناس معينين. والدليل انه في من كل الاعمار. بس اللي استوقفني هلا في ناس
يعني مش فنانتهم المفضلة بس مزبوط. حبوا عم بيسموا يعني آخر شيء الفنان طول ما قادر ويوصل ويشتغل أكتر ليوصل لكم أكبر وهائل من العالم، لأنه ما بحياتك فيك ترضي 100% من العالم. صحيح. بس إنه ما دام عم تقدر تلفتي لهم نظرهم معناتها هذا شيء منيح ليزيد المحبين يعني إن شاء الله. بعد بعد ما تنطفي الأضواء وتخلص حفلة صاخبة مع الجمهور وترجع إليسا لحالة، بتحس عندك فراغ، عندك وحدة، أم تشعري أنك سعيدة؟ ماني حاسة بإحساس أنه عندي فراغ يعني هالقد. هلأ بيمرق أوقات بحس بس مش كل الوقت، لأنه يعني ما بحب فكر أنه كل الوقت بدي شخص، وين الشخص التاني، وين الشخص، لا، لأنه هيدي الشغلة بتجي لحالة، وأنا كتير عندي شغل وبعبي وقتي مع أصحابي، يعني ما بحس كتير هالإحساس، بس أكيد دايماً مستعدة لشخص مناسب. يعني أكيد مناسب. شو عاطفياً؟ كل شيء عاطفياً، شكلياً، كل شيء يكون مقبول يعني أنا بهمك الجمال. إيه أنا لأنه دايماً بفكر بالمستقبل، يعني بفكر إنه إذا بحب أتعرف على شخص ومش الحال وعشرته، ما بعرف سنة، ما بعرف whatever، إنه بحب أعمل عائلة، يعني لأنه آخر شيء أنا هدفي مش بس أتجوز أو إنه أحب شخص، بحب الأولاد، دايماً بقولها بحب الأولاد، يعني أنا هيدي المتعة الحقيقية بحياتي. رح نشوف على كل حال في شيء حول هيدا الموضوع خلال حلقتنا. خلينا ننتقل للألبوم من جديد. يعني في أغنيات سجلتيها واخترتيها من مصر، سمعنا بالأول بستناك، رجعنا سمعنا كرمالك اللبناني، رح نرجع للجو المصري هلأ بأغنية فاتت سنين. بتحبيها كتير هالغنية؟ أكتر أغنية المفضلة عندي. مرة كنا عم نحكي أفضل أغنية إلي. بتعرفي بس كون عم بسمع الألبوم تبعي بالسيارة ما بعود فكر إنه أنا عم غنيهم، بنبسط بالغنية إنه بلاقي ترجع رقم ثلاثة دغري على فاتتين ثلاثة واثناعش عم حبهم كتير لو تعرفوه. يعني شفتي حافظة الألبوم؟ بعرف عم نسمعه كل الوقت. فاتت سنين، كلمات محمد حامد، الألحان لتامر علي، التوزيع الموسيقي لتميم وداني الحلو. نسمع منك تفضلي.